شوفوا يا جماعة، اليوم الصبح أول ما دخلت على الإذاعة جوجو شو بتقولي؟ بتقولي ليش هيك شكلك اليوم زي عمتي مهدية؟ نطت روزانا شو بتحكي لي؟ بتحكي لا مبين عليها رند مش نايمة عينيها منفخة. طبعا أنا انصدمت، يعني أنه جوجو تفتقر لإشي اسمه دبلوماسية وصريحة لحد أنه عادي يعني ممكن تجرح الواحد اللي قدامها، وروزانا عندها الحنكة والدبلوماسية هاي كلياتها. فصفنت قلت عن جد في ناس بيعتبروا الدبلوماسية نفاق، وفي ناس بيحكي لك لا الصراحة راحة، وفي ناس بيقول لك لا الصراحة وقاحة، في ناس بيقول لك الدبلوماسية فن، يعني ما لهش دخل بهذا إشي، طريقة تواصل كثير حلوة ممكن توصل هاي المعلومة بهاي الطريقة بدون ما تجرح اللي قدامك، وناس بيقول لك لا أنا مريح حالي الصراحة راحة يا عيني. تمام، فهذا الشيء خلاني جد بدي أسألكم مستمعينا، أنتوا وين بين الصراحة والدبلوماسية؟ هل بتفضلوا أنكم تكونوا أشخاص محبوبين ودبلوماسيين ما بدكم تزعلوا حدا، ولا أشخاص كثير صريحين واللي بقلبكم على لسانكم حتى لو بتزعلوا الشخص اللي قدامكم؟ على 0788-95-3-95-3 بستقبل اتصالاتكم وواتساباتكم. يلا شو بتفضلوا تكونوا أشخاص دبلوماسيين وما تزعلوا الشخص اللي قدامكم، أو أشخاص جدا صريحين حتى لو اللي قدامكم بده يزعل؟ بلشوا الواتساب يوصلوا صراحة. عماد عم بحكي إذا واجهتهم بالحقيقة كرهوك وأحبوا من ينافقهم. أما لميس السقا بتحكي كنا بنعرف أهمية الدبلوماسية ونعتبرها جزء مهم بحياتنا لما نتعامل مع الناس، والصراحة كمان ما بتقل أهمية، بس كل شيء له حدوده، يعني الزايد أخو الناقص بالحالتين، في مواقف بدها هيك ومواقف بدها هيك. هذا رأي لميس، أنتوا شو رأيكم؟ روز عم تحكي أنا استحالة أجرح حدا بكلمة، إذا في شيء مو حلو بحكي ما عجبني بضل ساكت، إذا في شيء حلو بحكي وإذا ما عجبني بضل ساكتة. وكمان في عنا مين هون، بليز ما تنسوا تبعتولي أسماءكم الثلاثية عشان جد بتسهلوا علي أني أقرأ مسجاتكم، كمان برضو بتفوتوا معنا على السحب. سمو الأميرة، بعرفش مين حضرتك، عم تحكي أنا مع الدبلوماسية لحد معين بعدين بتقلب صراحة إذا ما فهموا وكان الموضوع جدي. مي فتياني، هلا عرفت مين أنت. أوكي فادي خميس عم بحكي هلا الصراحة راحة وحلوة، بس بالزمن هذا لازم ينافق الواحد معها العالم. وكمان يزن سمار عم بحكي أنا صريح لأبعد الحدود، وخصوصا بكرة القدم مستحيل أكون دبلوماسي، بزعل يزعل يضرب راسه بالحيط. عدنان تحياتي لك من أبو ظبي عم بحكي أنا دائما بحب الوسطية، وربنا بيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطى. يلا محمود عم بحكي والله ما حدا بحب الصراحة، أنا من النوع اللي بجامل عشان ما يزعل لقبالي. أما زين نواصرة عم تحكي الصراحة حلوة بس ما تجرح حدا. عمر حسين عم بحكي أنا دبلوماسي على الآخر ومكبر راسي. أما عبود عم بحكي أنا دبلوماسي وصريح، وخص نص العريض هذا بقوله نص وجهه، بقوله بنص وجهه زودها. ولا خليل تحياتي لك بتحكي أنا شخصيا عندي دبلوماسية وبجامل الأشخاص المحيطين خصوص المقربين، ما بحب أجرح شعورهم، لكن زوجي شخص صريح جدا وصراحته للي حواليه بتكون جارحة ودائما بنتقده فيها، بس أحيانا بيكون هو الصح. إبراهيم الداودية عم بحكي أنا شخص كتير صريح حتى من صراحتي، بخسر ناس وما عندي أي مشكلة. أما وفاء عبد الفتاح فعم تحكي ما في بعد الصراحة أكيد. مرح محمد عم تحكي ما بفضل أحكي الصراحة، المجاملة حلوة شوي وأحيانا الصراحة بتجرح الشخص. مزبوط صراحة حكيك. خلينا نشوف عبود شو رأيه بالنسبة لهذا الموضوع. يسعد مساك عبود. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ أهلا أهلا، بطارية تليفونك منيحة اليوم؟ أمورك تمام؟ لا منيحة اليوم. طيب كتير منيحة، أمورك تمام الحمد لله، كيف الحال؟ أنا كتير منيحة. احكي لي هل أنت شخص دبلوماسي أو صريح؟ على الدبلوماسية لازم تكون موجودة في كل وقت، والصراحة لازم تكون موجودة، بس في خط رفيع بين الصراحة وفي إشي تسمى الوقاحة. مرات ممكن الصراحة تكون مش صراحة، تكون هي فعلا وقاحة يعني. صح، والأسلوب اللي بيختلف. أي نعم، لازم واحد برضه يكون يعني الشغلات يعني الواحد بيقدر يكون صريح بس بأسلوب حلو اللي ما يأذي اللي قدامه، وبنفس الوقت يعني في يعني خلينا نحكي صراحة مع شوية دبلوماسية، هي هيك. طب إيش اسم البيبي؟ هذه رفان بنتي، هي معي بالسيارة طالعة للمشوار اليوم. يا دي عمرها سنتين. يلا يخلي لك اياكم، بدي اقول لك اعطيني احكي معاها بس اكثر من دادا دودو ما اظن يزبط الحديث بيناتنا. على كل حال بتمنى لك اكيد يوم كثير حلو، دير بالك عليها وخليها بالكار سيت. نشكر اتصالك يا عبود، اهلا وسهلا. نجوم الظهر كل مكان كل مكان، معي انا معي انا مع رند العلامي، بس خلاص.